إسطنبول. إسطنبول هي أول وجهة جينا لها من مورا باش جينا للمغرب. مدينة اللي سياحية، مدينة اللي كبيرة بزاف، تقريبا فيها 15 مليون ناس عامة. إسطنبول مقسومة على جوج جهات، جهة أوروبية وجهة آسيوية، حاجة اللي كتزيد الجمال ديال هاد المدينة. دوزنا فيها تقريبا لمدة شهرين، كناش أولين نقيسو هاد الفترة كاملة. لوبجيكتيف اللي جينا لتركيا هو نديرو أعلى ليسون في تركيا، أوبجيكتيف ماشي ساهل. خاص ندرسو مزيان، خاص تعرف المنطقة اللي غادي ليها والجبل اللي غادي ليه، تعرف الميتيو ديالو المناخ ديالو كي داير عاد تقدر تمشي ليه. الوقت اللي دوزت في اسطنبول تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج، تعلمت فيه بلي خاصك تعول على راسك، انت في بلاد ماشي بلادك، بلاد أجنبية مكيهدروش لغتك، حاجة اللي كتزيد تصعب تواصل معاهم. مدة شهرين دوزنا فيها بزاف ديال الحوايج، أهم حاجة هو تعرفت على ناس جداد، درت صحاب جداد. ميرسي اسطنبول بوغ هاد ليكسبيريونس. جات الوقت باش نمشيو لمدينة جديدة، غنمشيو في الكار. تقريبا المحطة جاتني بحال ديالنا شوية، غي هي منظمة، المواصلات ما عندهمش غالية، غي هو خصك تنيكوسي معاه وما يتدخلش بيناتكم شي واحد. المدينة الجاية اللي غادي لها هي أنقرة، بعيدة على إسطنبول 350 كيلومتر. الكار كيدير 6 سوايع ديال الطريق. أنقرة هي العاصمة ديال تركيا، فيها تقريبا 6 مليون نساء. مدينة اللي عندها تاريخ قديم وفيها بزاف ديال المعالم التاريخية وبزاف ديال المتاحف. ما غنديرهاش غير مدينة دايزة، ضروري خصني ندخل ونشوف داكشي. دخلت وشفت بزاف ديال البلايص، بزاف ديال المعالم التاريخية، حاجة اللي عجبتني بزاف بزاف هنايا. في التعامل ديال الأتراك هنايا جاني أحسن من إسطنبول، هنا كيضحكو في وجهك، كيتعاملو معاك مزيان، كيرحبوا بيك، كتحس بديك الترحاب في وجههم، كتحس بزاف ديال الحوايج مبدلين على اسطنبول. صراحة كتبقى عاصمة، كيبقى فيها الجو ديال العاصمة. قبل ما نمشي من أنقرة خصني نتقدا الماتيريال اللي خصني للتريب الجاي. الماتيريال ديالي كامل خليته في المغرب، مجبتش معايا الماتيريال. الخرجة الجاية غادي يكون في الجبال، خصني بزاف ديال الحوايج ديال الجبال. أنقرة تقريبا فيها 18 مول، فيه كاع لي مارك، كاع داكشي اللي غادي يخصك. داكشي علاش غادي نمشيو لأكبر مول كاين في أنقرة، اللي هو أنكا مول، باش ناخدو الماتريال اللي غادي يخصنا إن شاء الله. أول حاجة غنبداو بيها هي لاباس، خصنا لاطونت، سارت كوشاج والطاب، هدوما التلاتة أول حاجة، بعدا نقلبو عليهم. كنقلب عليها ترايكينغ 900، اهم حاجه هو البوا ديالها 1950 غرام، يعني اقل من 2 كيلو. تاع لي زارسون داخل، فيها كلشي لداخل، ناضي بزاف. الخي ديالها تقريبا داير 2800 ليره، هي 1900 درهم تقريبا. و لي ساك كوشاج خدينا اقل دوغري موان 5، هي اللي غتنفع داكشي اللي جاي، داير 995 ليره. جينا لي طابي، غناخدو طابي اوتو غونفلابل 800 غرام، 500 ترايك، مزيانة. ناخدو جوج، ناخدو معاها طابي نورمال، نديروها لتحت، عاد نديرو اوتو غونفلابل 85 لارا. ناخدو كومبين كاز خاصة، انا تاهي طابلان
ديجا كيعطيو معاه عمارة دايرة ب 165 ليرة، نزيدو معاها شي عمارة وحدة أخرى، هاد العمارة بانت لي كبيرة، 90 ليرة. كناخدو هادي شاهي ديال الماعن، تهناو من الماعن، فيها كسرونة، مقلة، جوج كيسان، جوج طباصل، فيها معالق وهادشي، مزيانة، 450 ليرة. نبي اللاطون مزيان كيتشارجا، كيفاش كيتشارجا؟ داير بمية وستين ليرة، ناقص اوكي خصنا شي سراول، بلا سراول مزيان، تيستي في المون بلون، بلون، كملنا جوج. أهم حاجة ضروري ينفو كاس ديال التلج، كيضرب ديك ديال التلج في العين، أنا هي كاس ديال التلج كيعطيك العين ضروري، حتى إلا كان شي تلج ولا شي العين. جوج مخدات، ترموس، كولون، هادي ديال الفريزبي، سفيان اللي بغاها، ونزيدو حتى هادي، ديو جوج، 35 ليرة. المهم كما بارطاجينا معكم هاد الماتيريال هو اللي خدينا باش نمشيو للتخرج الجاي ان شاء الله، عطينا الراحه بزاف بزاف مده شهرين، دابا جا الوقت ان شاء الله باش نديرو التخرج الجاي باش نمشيو لي سوم الجايين، الماتيريال ديالنا خدينا في المغرب الو ضروري خصنا ناخذ الماتيريال، لقينا لي ساك كوشاج، لقينا الموان 5 كنا بغينا موان 10 ولا موان 15 باش الجبال اللي غادي ليهم كاين كثر من موان 15 كاين تقريبا موان 20 فيهم. الو هادشي اللي بغينا نقلنا الموان 5 لان مشينا للمدينة الجاية ان شاء الله وكان شي حاجة كثر من الموان 5 نقدرو ناخدوها، خدينا لي طابي، طابي اوتو كونفلابل وطابي نورمال، طابي نورمال غادي نفرشو هي التحسينية، عاد غنديرو طابي اوتو كونفلابل في الفوق على ديك البرودة. عندنا لاطون تاعي اللي خدينا، اهم حاجة هي لاطون لاباز عندي انايا لاطون، خدينا تشرايط 900 مقارنة بينا وبين 500 زايدة شوية في الثمن، وزايدة في بزاف ديال الحوايج، هي كونفورتابل مع حديت الريح تلج الشتا هي، وأهم حاجة هو البوا، البوا ديالها اللي أقل من 2 كيلو لأن ديرها في الصراط راه مغاديش تحس بيها. ألو خاصنا باقي في الماتيريال، خاصنا لي كرامبو، خاص الكاسك ضروري تا هو، ملقيناهمش، ملقيناش شي ماركة لي مزيانة، حتى نمشيو للمدينة الجاية، كنا بغينا نشوفيهم سيغ انترنيت. هي غادي تعطل وكسرت تعطل يومين تقريبا، حنا كنا مسافرين، الوغ هادشي لي كاين، الصباط هو لي جبت معايا من المغرب، أهم حاجة تا هو لاصقو شيبا، حوايج هما عندنا، خدينا كومبين كاس وجوج ديال لي كارتوش، خصنا ضروري نطيبو في الشبل، غنخدم على الماكلة باش نطيبو، هاد اللعيبات ديال الكويزين، مقلة، كيسان، طباصل، داكشي تا هو خديناه. هادشي لي كاين وتسناو ان شاء الله التخرج الجاي، التخرج الجاي ما نقولش ليكم عطينا الراحة بزاف ان شاء الله، غادي تمشي حاجة لي بزاف، كاين عندي صومي لي فوق 5000 شي حاجة لي ناضية ناضية، حتى السيبورت ديالكم منساوش ديرو ابوني باش تكملو معانا هاد لافونتور وتشوفو معانا التخرج الجاي ان شاء الله، سيو.